استاذ، شو رأيك بهي الطريقة؟ تفرج. لا يا داملة، جربناها من قبل. مرحبا يا شباب، طمنوني شو صار معكن؟ قالوا لي انكن لقيتوا حل. سيد تانجو لو سمحت تعال وتفرج. هذا فريق جراحة انجليزي نجحوا بتنظيم بارفيزيون الامعاء عن طريق استخدام الانتروليوس. يعني انا بقدر استأصل نسيج الامعاء المصاب بالالتهاب بنفس هاي الطريقة تماما، وبعتقد هيك رح تصغر الامعاء شوي ورح توسع بالبطن. بس لازم استأصل كتير من الامعاء، لهالسبب هي رح تعيش مشاكل كتير بالهضم بعد العملية، وهذا خطر كبير على حياتها. معناتها لازم نلاقي حل بأسرع وقت ممكن. بس أحسن طريقة منعملها مشان القلب إنه ندخل من البطين مثل ما قال علي. ما عم يخطر ببالي شي تاني بنوب. بس أنت كنت خايف كتير إنه ما تنجح هالطريقة أستاذ. إذا عملنا الخياطة بشكل أفقي بنقدر نخليها تنجح. تفرج بقول، لازم تكون الخياطة بتتحمل هذا التوتر. لقيتها! أنا لقيت الحل! نقدر ننقذ القلب إذا دخلنا من الأذين، ما في داعي تقلقه. علي، حكينا بهالخصوص من قبل، ما في مكان بالقلب بنقدر عن طريقه نسكر الثقوب. لا أستاذ تانجو، ما في داعي نسكرهم، ما في داعي للخياطة بنوب. رح أشرح لكم، نحن بنقدر إنه نجهز سدادة تتسع بالقلب، يعني هي بتشبه الفطر، في فوقها طبقة بنفس هذا الشكل هيك يعني، بس رح نجهزها من قرص مصنوع من التفلون، وبعدين نحن رح ندخل جزعة من الثقب، وبعدين رح نلزقها بجدار القلب، وبهالشكل رح تسكر كل الثقوب. مثل سداد الدلو، ما هيك؟ ايه صحيح استاذ فارمان، مثلها بالضبط، مثل سداد الدلو بالضبط. الضغط اكتر بالطرف الايسر من القلب، هالشي رح يخلي السدادة هني، وحتى ما عاد في داعي انه نخيط ابدا. ايه؟ ما عندي اي شيء اقوله. برافو علي. طيب انا رح خبر العيلة. بس يا أستاذ، فكرة علي مشان القلب ما رح تزبط مع فكرة الأستاذ فرمان بخصوص الأمعاء. خبر العائلة بخصوص هذا الشيء. إذا في شيء بدك تضيفي قولي يا بنتي. رجاء لا تفهموني غلط بالشيء اللي رح قلكن يا، يعني أنا عم حاول أقول هالشي كاحتماله بس أستاذي. يمكن أحسن شيء نعمله هلأ وأكتر حركة إنسانية كمان. يلا قولي بسرعة. إنه ننهي العلاج هلأ. برأيي إنه بلا ما نعذب الطفلة أكتر من هيك، يعني خلوها تموت من هلأ أحسن، ونحن كلنا منعرف هالشي. معك حق داملة، رح نقول هالحكي للعيلة كمان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخبارات لتكون أول من يشاهدها.